بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين ومنه دائما طالبين التوفيق والنجاح والسداد. تحيتنا تتجدد بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح شوطنا 25 وهو شوط الختام للإبكار المهجنات الأصايل. ينطلق وننطلق معا لنتابع مجريات الأمور وما يدور في منافسة هذا التحدي. مباشرة نسير إلى غلا، غلا اللي على المركز الأول بشعار عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري، بينما براقة تأتي بالمركز الثاني للدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري. أنتقل إلى المركز الثالث وإلى مصيحة لسيف بن ماجد بن طماشة المنصوري، بينما المركز الرابع لغزيل لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، وخامس المراكز الوسمية لفالح بن دنان بن فالح الشامسي يتقدم على المركز الخامس، بينما انتقل الى سادس المراكز لاجد سمحه لناصر بن مبارك بن ناصر القصيلي المنصوري. انتقل الى المركز السابع لاجد الشامخه لسيف بن سهيل بن شلثم الخيلي. انتقل للمركز الثامن وهناك وجودا منشودا لسهيل بن سالم بن سعيد الخيلي، بينما تاسع المراكز مع اندفاعة ريمة لمبخوت بن عبد الله بضبيعية المنهالي، وعاشرا وصلت وتحركت فيها وزن لمكتوم بن شيبة السبوسي من ياتي من خلال هذا التواجد وهذا الحضور الجميل. هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة المتحركة، لكن الصدارة هناك مع غلا 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 هنا على المركز الأول لعامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصورية. يتحرك بن حويرب ليقدم نوعية فاخرة من نوعيات الإبداع من نوعيات الانتصار. هنا مع اندفاعة هذا الشوط متحركا بهذا الاندفاع، لكن براقة بالمركز الثاني بشعار الدحبة بن محمد بن سالم بصقوح العامري، بينما المركز الثالث الشامخة لسيف بن سهيل بن شلثم الخيلي ياتينا على المركز الثالث. ورابع المراكز هنا مع أثير عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي، يتحرك بأثير يتحرك بهذا الأداء الجميل هنا في معركة الأصايل الوسمية على المركز الخامس بشعار فالح بن دنان ياتي، ولكن القادمة هذه النوعية الفاخرة هي شودة شودة شودة، وصلت في هذه اللحظات وصلت بإبداع ورهوة. تتقدم بشعار سهيل بن سالم بن سعيد الخيلي، يقدم لنا شودة يقدم لنا شودة متحركا باسم تراثي باسم نيامة صالة وجالة في عالم السباقات والسيارات. تتحرك شودة تتحرك شودة والكل يتحرك من أجل الفوز من أجل الانتصار. شوط الختام شوط الختام، وكأن شوط رئيسية وكأن شوط رئيسية من حيث السرعة من حيث النوعيات من حيث الشعارات الكبيرة هنا في أشواط الوثبة في أشواط الوثبة، والوثبة دائما تحمل القوة تحمل القوة. ميدان كبير يحمل الكبار 1200 متر، لكن بعود إلى براقة إلى براقة اللي للناموس مشتاقة اللي للناموس مشتاقة. هذه براقة للدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري، يفتتح أبواب الكيلو الأخير يفتتح أبواب كيلو الخطر هنا بينما المركز الثاني
الثانية الشامخة لسيبرسيل بنت الثمر خيلي. انتقل الى المركز الثالث الى اثير في الكيلو الاخير يقدمها عبيد بن نصيب بن عتيك السبوسي. شوفوا للقادمة اللي على المركز الخامس تتجاوز رويدا رويدا هي خيال لمحمد بن سالم بن علي الدرعي. ياهو شوط ياهو شوط ياهي معركة ياهو صراع ياهو نزاع. واللي وصل وصلت ايضا بالمركز السادس متعبة عوض بن صغير بن عنوده العامري يصل باللحظات الاخيرة. لكني اعود الى الشامخة والى اثير والى خيال. خيال الشامخة اثير براقة متعبة ياهو شوط ياهو شوط ياهو ابداع. لكن الشامخة لكن الشامخة 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 لسيف بن السيل بن تلتم الخيلي اثير بالمركز الثاني لعبيد بن نصيب السبوسي. لكن خلاص الشامخة شمخت الشامخة تألقت الشامخة امتعت الشامخة. تهانينا والناموس لسيف بن السيل بن تلتم الخيلي على فوزه وانتصاره بالمركز الاول. المركز الثاني بشعار عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي. المركز الثالث براقة للدحبة بن محمد وصقوحة العامري. المركز الرابع كانت هي خيال لمحمد بن سالم بن علي الدرعي. المركز الخامس كانت هي برائية متعبة لعوض بن صغير بن عنودة العامري. إذا متابعين الكرام هكذا شوط الختام، شوط حمل السرعة من البداية حتى النهاية، ولكن الشامخة استطاعت الفوز والانتصار بتوقيت زمني مقداره 7:29 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشامخة سيف بن سهيل بن سيف بن شلثم الخيلي. المركز الثاني 7:29 وثلاثة أجزاء من الثانية كانت أثير لعبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي. أدت عرض رائع تشكر عليه ويشكر مالكها على هذا الإبداعي والانطلاق. 7:30 أربعة أجزاء من الثانية توقيت المركز الثالث هي براقة للدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.